على الله. صباح يوم بركة عريس. اهلا بالجوز الخيل، عايزين نقش المصايب. يا جدع انت بتعاملنا كده ليه؟ ده احنا بوسنا ايد الراجل عشان يدخلنا قبل ميعاد الزراره بشويه. الواد ده مسروق مني انا شبرا. يا جدع عيب تقول الكلام ده، حد الله يا جدع، دي وش ناس تسرق. يا جدع انا لميت لك الورد اللي في الجناح الاستثماري، نقي اللي يعجبك. وانت يا اخويا فاكر نفسك في استاد ايه اللي شايله ده؟ والله كان نفسي اخش عليك بسندوين بيره بس بيت قصيره. ثلاث كاميرات يا عم ما تبقاش عبيط كده. يا ده انا شايف الممرضه واخده منك فلوس، اطلع من الفلوس يا ياض. شاور ما تردش ايدك على ورا. يا ده اطلع يا اطلع يا ياض. ما ايه يا اخويا انت وهو فاكرين تعملوا نمره هنا؟ طب انا عبد الزيزو هطلع اجدع منه اهو. خد ما تحسبش على الواجب ده. اتفضل. مش عايز منك حاجه، لم حياتك وتوكل على الله. يا عم طفايد انت زعلان بالدنيا ليه؟ ده احنا ما رضيناش نغمص عليك عند الدين والشرشابي. تغمص عليا ليه يا روح امك؟ انا عامل عامله ولا ايه؟ عرفنا مين اللي بلغ عنك يا معلم. بلغ عني في ايه؟ في مخزن الدين. قول هنا الحلاوه. قديمه. شافعي. يبقى هناخد الحلاوه يا معلم. قصر يا اخويا وهات من الاخر مش ناقصاك. احنا كنا ناويين نقول لقنديل بس قلنا انتوله. ما تروح تقول له وتطلع من نافوخي. عطيه. اللي بيشتغل عند الشرشابي كان بيتصل ليلتها في السنترال ولما سالناه وشه جاب جاز وعمل ندادها. ايه مصلحه الشرشابي في ده كله؟ ايوه هي ايه مصلحته يا معلم؟ مالكش دعوه، حل يا اخويا لم حاجاتك دي وتوكل على الله. يا جدع انت بتعاملنا كده ليه بس؟ عايزين نعرف قصه الغسالات والكارتات والحاجات دي يعني. وانت مال امك بالغسالات والكارتات والحاجات اللي كده يعني؟ بتقص واخرتها يا شبر. واخرتها زي اولتها حبايب. وتشغلنا معاك في المزرعه ونبقى صنايعيه الورشه. تبقى سبوبه المخدرات راحت يا برنس. راحت يا عم الله يرحمها. واحنا نوعدك ان احنا نتعاهد والعشرة دول وعليهم خمسه يبقوا 15. قالوا للحرام احلف. ماشي انا موافق، بس اللي هيفكر يخون يبقى بيلعب معايا لعبه الموت. خد ده مفتاح الورشه، تستنوني هناك بعد ما تفتح. والفلوس دي خد انت المفتاح، تدفع 35 جنيه ايجار والباقي شبرقوا بيه نفسهم. بقول لك يا معلم، تحب نخطف لك عطيه نقتله تقرره براحتك؟ لا يا اخويا الطيب احسن، توكلوا انتوا على الله. على الله. تسعه. يا عم انت عامل كده ليه؟ بس ياض يا جزمه انت، انا بلعب لوكا. لوكا؟ ايه اللوكا دي؟ اسمها يوجا يا اسطى. حاجه بيذنبوا بيها الناس زي ما المعلم زيزو مذنبنا في المخروبه دي، زي اصنام قريش. اهو قريش دول كلهم بيتعطوا الاصطفه بتاعتي. الف هلا وشفا. بقول لك يا عم اياد. نعم. طب احنا متقدرين هنا عشان احنا هنشتغل مع زيزو. انت يا عم الجلابيه دي بتعمل ايه؟ ما هو انا ان شاء الله كمان هشتغل مع عزيزو هنا. هتعلمه اللوجا؟ ما هو اسمها يوجا يا اسطى. اسمع يا اسطى يا شيوع انت. اسمع يا ياض، احنا الصناعيه كده بنقول الكلام زي ما بيطلع من بقنا، همنون يعني. هتيجي هنا تسيب اللي يقول يقول، والا ترجع المرصح اللي انت جاي منه، فاهم؟ مش حقك عليا، حقك عليا. عبد الاياد هو ايه المسرح ده؟ ايه المسرح؟ طب انا هفهمهم ازاي دول؟ مسرح مسرح يعني مسرح. يا سلام. يعني بيعملوا فيه ايه؟ بيضربوا ولا بيقفشوا ولا ايه؟ قفشوا؟ لا بنمثل بنألف دراما يعني. دراما؟ دراما؟ طب ما ورينا كده شويه دراما؟ نعم. يا جدع بيقول لك ورينا، هنسترجعك ما هي سهله ايه؟ اتفسح لنا شويه. صح عندك حق عندك حق. انا هقولكوا على حاجه، انا هقولكوا فزوره واللي يحلها هديله 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايه؟ قول. واحنا ملوك الفوازير. دلوقتي عندنا بطيطين كل يومين بيبيدوا بالطين. حلو. انا يبقى لو عندنا ست بطات في ست ايام يبيدوا كام بيضه؟ مش
ست بطاط في ست البط. البط ده ماشي مع حد ولا لوحده؟ ماشي مع حد، المهم هيبيضوا كام بيضة؟ ست بطاط في ست يا عم بنقول بطتين بيبيضوا. يا جدع ما انا بفكر اهو، انا بفكر بشوف ام البيض اللي هيخلينا يفرش مع الوز والبط اللي ماشي ست سنين ده. ما تقول له بيبيضوا كام بيضة. طب هو البط بيبيض ولا بيتزغط؟ انا احلها لك انا. بيبيضوا كام بيضة؟ 18 اقسم بجلال الله. اطلع بال10 جنيه. وانا عايز بطين. لا